انا غير كناخذ الدراري. انا عندي جوج ديال الدراري وعاد الثلجي في الطريق تيقراو في البريفي فهمتي. انا مطبوعات وداك الشيء راه مجبر باش تمشي تاخذهم من جهه اخرى، ولكن بالنسبه لهذا الشيء كتحاول تقتصد على راسك شويه كاف. انا الدراري دابا الصغار تاع البريفي وداك الشيء كتاخذ لي الادوات واخا تاخذها بثمن بحال هذا الشيء الصغير كيمشي كينساه لك القسم كله كيجيك طويل ما كيجيب لك معاه والو. كتقول لي فينا هو كتاب فينا الستيلو فينا تيقول لك راه داوه ليا سرقوه ليا سميتو تضطر عاود تشري ليه. اللهم تشري ليه هذا الشيء بعدا شويه مرفق حتى لا مشات الحاجه عن ستيلو ديال درهم ولا 30 درهم مشات كتعوضوا ليه. اما كتشري ليه من المكتبه كتاخذوا ليه مثلا ستيلو ب 7 دراهم دري صغير مثلا في السي يو اي ولا في السي يو دي واش غيدير بنت ما يعرفش راه استاذ يسديه ليه يقدر عيط يتوضر له يقدر بزاف ديال الحوايج يخليه فوق الطبله وما تيخلي لك لاطروس كامله كاع. دري اخر كيهزو كيدير الادوات ديالو كيديهم معاه. انا كنحاولوا ناخذوا شويه واخا كناخذوا شويه الكانتيتي زايده بحال مثلا ستيلوات ناخذ مثلا 6 ولا 8 ولا فين ما يقول لك خصني ستيلو كتجيب لي عاوتاني ستيلو فهمتي انت ديما الغد لا يقول لك خصني ستيلو خصك على الصباح تمشي ضروري تقلب على ستيلو. اللهم كتاخذهم بزاف بحال شي صغاور 30 ريال درهم ونص من شويه كترفق وشويه كتاخذ جوج من الحاجه ثلاثه من الحاجه تتخصو شي حاجه على غفله الصباح تعطيه هذه ما عندك ما دير الضرب غتقول لي سير جيبها. انا شي شويه مرفق تبقى 30 100 6 دراهم الدخول المدرسي راك عارف هذا الحاله ديال الانسان خصوصا اللي عنده الوليدات بزاف وداك الشيء. ها انت بحالنا انا الوليدات كنمشيو نتقداو ديال درهم واللي عنده الفلوس راه كيتقدا بهذا على قد الفلوس ديال جيبو. يعني كتقدو بالرشاح احسن. ايوا شنو غاولدي على قد الفلوس لان الفلوس ما كايناش. وكانت الدوله موفره لنا الفلوس وعاطيه لنا الفلوس وعاطيه واش 10 درهم ولا 2000 ريال اللي زادت للاولاد هي هذه هي اللي غادي تشري هذا الشيء. غتشري له الكتب غير كتاب واحد ب 6000 ريال و 7000 ريال. وليدي الغالب الله كنجيو لهاد الفراشه كناخذ نشريو من عندهم باش كنقضيو للوليدات حتى الله وصافي. ونتمناو يكون غير القرايه غير يقراو لنا هاد الوليدات هاد الشيء اللي كاين ماشي حتى يوصل واحد النيفو ويخرجوهم. ايوا نطلب الله التوفيق. يقولوا ما احنا جينا علموا بنا الحاضرين يقولوا الغايبين اجي تشوفها فين وكون على يقين. يعني بتبع حاره الوليد الوليد هو سعيد وبالجريب يعني معروف مشهور كل سنه وكل عام يعني جميع المواسم. شوف واسمع ماشي كونتر المكتبه يعني بتبع حاره بابا 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 يعني شد تقاعد. وبالنسبه ليا ولد الحمريه على بويا جدي الاستمرار في الصيف وبسمر ماشي جيتو كنهضر اجيت منظر. وسمع كذلك شوف وسال وسول سال وسول علينا وفي اي مدينه في اي مدينه. والثمن بالنسبه لينا السنه زين بالنسبه لينا ولكن المكتبه ما غنقولش لك ما نحتاجش نقول لك المكتبه يعني انا ماشي كونتر المكتبه تبع حرب الوليد يعني تبع حرب بابا قال لك خدم فرانك وتحاسب مع اللي بارك كون على يقين هذه هي المهمه عندنا. التجربه واش غادي دير قال لك اللي عضو الحنش كيخاف من الشريط فهمتي. الانسان ملي شويه كيوقع لك هادشي كتعيش فيه ديما عندك جوج دراري فهمتي شويه انا كتقضي شويه واخا هادشي شويه ماشي سميت ما يدوش لي سيغ طون ولكن على الاقل المهم دي باني انا خصو نزيدو عاوتاني نشريوني وهادشي اللي عطى الله غير كنحاولوا نرضيو الدراري وصافي. شكرا. نفضل الفراشه ناخذ والمكتبه عاوتاني راه غاليه شويه. وبالنسبه للفراشه راه حنا بالنسبه للدراري الصغار اللي داخلين اول مره يعني ضروري خصها تاخذ من هنا ومن هنا راك عارف الدراري الصغار داروا غيجنيو يعني كناخذوا من هنا ومن هنا. حنا كنشريو من المكتبه ونشريو من الفراشه وهكذا راه الكتب غتشريو من المكتبه والادوات اللي كتلتزم كتبغي كيبغيو الدراري راه كتشريهم من عاود من الفراشه. الحمد لله مزحوم مع العيد مزحوم مع بزاف بصح مع عاشوراء مع دابا ما عرفنا نشريو الكتبه ولا نشريو الالعاب. ايوا الحمد لله كل وقتها ولدي ما كتشتوش من وقتها. الحمد لله الحمد لله كل شيء مزيان والله يسهل الامور والله يكبر وليداتنا ان شاء الله في طاعه الله ورسول الله وينجحهم والله يسهل عليكم حتى انتم ولدي. تعرف الدخول المدرسه حنا تنبيعوا على الشيء ديال القديم وكل عام تيخرجوا طبعه جديده داك الشيء اللي تنشريو حنا تيبقى لاصقنا في ظهرنا ولينا وحنا ما عرفنا ما بقينا ما نديرو واش غنقولوا ما يكون حتى شو كان البروغرام غادي بالعربيه دابا ردوه بالفرنسيه ومنين ردوه بالفرنسيه تيجيو يقلبوا مساكن دوك اللي ما عندهمش الامكانيات باش يشريو الكتاب ب 3000 ريال ولا 4000 منين تيجيو يقلبوا تيلقاو باقي ما وصلنا. اذا هاد الناس كي غادي يديروا تيقراو
والمقرر الجديد اللي داروا في الحقيقه لا من ناحيه الرياضيات ولا من ناحيه الفيزيك ولا من ناحيه علوم الحياه والارض، داكشي بالنسبه لفرنسا ضعيف بزاف. لينا انا شفت دابا نديروا بحال الستينات والسبعينات، شفت دوك كتبه ديال فرنسا اللي كانوا تيجيو ديال بورداس وديال ويبر، ما فرق كبير ما بين هادوك مع هادو اللي كاينين دابا.